الأنقرة أيضا لها بعض المواقف في الآستانة. يعني نقطة أساسية أن لا يتحول إلى آستانات كثيرة، يعني آستانة واحد واثنين وثلاثة على طريقة جنيف واحد اثنين وثلاثة. نقطة ثانية أن لا يتم في الآستانة عملية سحب الملف من المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة، من الغطاء الأممي والدولي لهذا الجهد. طيب، المبذول. أظن روسيا أيضا ستأخذ بعين الاعتبار كل هذا النقاش، وإلا سنذهب بمنحى آخر ربما قد يقلق الكثيرين.